مباركة هي مملكة الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. ليقم الله ويتبدى جميع أعدائه وليهرب مبغضه من أمام وجهه. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. ليبيد كما يبيد الدخان وكما يذوب الشمع من أمام وجه النار. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كذلك يهلك الخطاة من أمام وجه الله وليفرح الصديقون مسرورين. Christos Anesi, Ekmeni Kau Thanatom, Thanatom Patisas, Ketis Endis Mimas Izoi, Charis Ameno. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنفرح ولنتهلل به. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Christos Anesti, ek nekron thanaton, thanaton patisas, ketis entis mimas izoi, chalis ameno. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. بسلام إلى الرب نطلب. أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. لأجل سلام العالم أجمع وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. لأجل هذا البيت المقدس والداخلين إليه بإيمان وورع ومخافة الله إلى الرب نطلب. كيريا إليسو. لأجل أبينا ورئيس كهنتنا جوزيف الموقر وكهنته المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا لأجل مليكنا مساعديه وجنوده
ولأجل مؤازرته في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. كيريا أن يمنحنا الرب يسوع المسيح مخلصنا الانتصار والغلبة على مشورات الأعداء المنظورين وغير المنظورين إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل أن يسحق سريعا تحت أقدامنا ركون الظلام وكل قواته ويقيمنا معه وينهضنا بنعمته من ظلمة أجداث خطايانا وزلاتنا إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل أن يظهرنا لامعين مبتهجين بمجد قيامته المقدسة إلى الرب نطلب. كيريا مستحقي الولوج إلى خدر عرسي الإلهي غير الموصوف مسرورين بشركة خدامي العلوي وكل طغمات القديسين المتمتعين به في الكنيسة المنتصرة إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. أجلي نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. عضدنا وخلصنا وارحمنا واحفظنا يا الله بنعمتك. كيريا إليسون. لنذكر سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة فائق البركات المجيدة والدة الإله دائم البتولية مريم وجميع القديسين والمودع المسيح الإله ذواتنا وبعضنا بعضا حياتنا كلها. لك يا رب. أيها المسيح الفصح الكبير الأشرف يا حكمة الله وكلمته وقوته، لما رقدت ميتاً بالجسم قمت في اليوم الثالث وأقمت آدم من الفساد وأبطلت الموت يا فصح عدم الفساد وخلاص العالم، فأنعم علينا بأن نشاركك أكمل مشاركة في نهار ملكك الذي لا مساء له، لأنك صرت لنا برًا وفداءً أيها المسيح إلهنا، وإلك العزة والمجد ولأبيك الأزلي وروحك القدوس الصالح والمحيي أنا وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. هللوا للرب يا جميع الأرض بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر آمين. يا كلمة الله الابن الوحيد الذي لا يموت لقد رضيت من أجل خلاصنا أن تتجسد من والدة الإله القديسة مريم الدائمة البتولية فتأتي
المجد مع الآب والروح القدوس خالصنا. صوفيا أورثي في المجامع شعبه خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات. نحن المرنمين لك المسيح قام من بين الأموات ووطي الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنيستي إك نجرون ثاناتون باتيسا Keti sentis mimas izoi harisameno. Mesih qama min bain al amwat wa wati al maut bil maut wa wahab al hayat lil ladhina fi al qubur. Sabaqat al subh al awati kunna ma أسرعنا وبشرنا العالم بأن الرب قد قام ومات الموت لأنه ابن الله المخلص جنس وقمت كظافر أيها المسيح الإله وللنسوة حاملة الطيب قلت افرحنا ولرسولك وهبت السلام يا مانح الواقعين القيام. لأنك قدوس أنت يا إلهنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم الآن وكل آن وإلى دهر الدهرين آمين. المسيح قد لبستم أنتم الذين بالمسيح اعتمدتم المسيح قد لبستم هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح به اعترف للرب فإنه صالح لأن إلى الأبد رحمته فصل من أعمال الرسل القديسين قد أنشأت الكلام الأول يا ثوفيلوس في جميع الأمور التي ابتدى بيسوع يعلمها ويعلم بها إلى اليوم الذي صعد فيه من بعد أن أوصى بالروح القدوس الرسل الذين اصطفاهم الذين أراهم أيضا نفسه حيا بعد تألمه ببراهين كثيرة وهو يتراءى لهم مدة 40 يوما ويكلمهم عما يخص ملكوت
ملكوت الله وفيما هو يأكل معهم أوصاهم لا تبرحوا من أورشليم بل انتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني فإن يوحنا إنما عمد بالماء أما أنتم فستعمدون بالروح القدس بعد هذه الأيام بقليل فسأله المجتمعون قائلين يا رب أفي هذا الزمان ترد الملك إلى إسرائيل فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأوقات والأزمنة التي جعلها الآب في سلطانه الخاص لأنكم ستنالون قوة بحلول الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي جميع اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض سلام لك ولروحك الحكمة لنقف ونسمع الإنجيل المقدس السلام لجميعكم ولروحك فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير المجد لك يا رب فلنصغي في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل به كون وبغيره لم يكون شيء مما كون فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان رجل مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة لكي يشهد للنور حتى يؤمن الجميع بواسطته لم يكن هو النور بل كان ليشهد للنور كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم كان في العالم والعالم به كون والعالم لم يعرفه أتى إلى خاصته وخاصته لم تقبله فأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء الله
الذين يؤمنون باسمه، الذين لا من دم ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل، لكن من الله ولدوا. والكلمة صار جسداً وحل فينا، وقد أبصرنا مجده، مجد وحيد من الآب مملوءاً نعمةً وحقاً. ويوحنا شهد له وصرخ قائلاً: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي قد كان قبلي، لأنه أقدم مني. ومن امتلائه نحن كلنا أخذنا، ونعمةً مكان نعمة، لأن الناموس أعطي بموسى، وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح حصلا. المجد لك يا رب، المجد لك. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. المسيح قام. أحييكم بتحية الفصح، فها هو الفصح يهل علينا بعد أن جالت بنا الكنيسة في أرجاء زمن الصوم الأربعيني، واجتزنا الأسبوع العظيم الذي انقضى عند أحداث تعبق بها المسيحية. في يوم الجمعة العظيمة شهدنا أول حالة موت مؤقت، ووصلنا إلى أقدس تجليات إيماننا المسيحي وأعظمها عند القبر الفارغ في هذا اليوم المشهود والمقدس، ومعه الخبر الذي أدهش النسوة اللواتي ذهبنا يطلبن الحي بين الأموات. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. إنه صناعة ربانية وصنعة حب ليس كمثله حب، وصورة لأساس إيماننا. لقد رأينا قيامة المسيح. مع صليب المسيح لم يبقى بعد اليوم خوف من الموت، ومع قبر كقبر النور والبهاء لم يبقى موت. فأين شوكتك يا موت؟ نخرج اليوم من باب العيد وفي عيوننا لمعان زهو المؤمنين بانتصار المعلم، حاملين بنفوس تعمدت بنور القيامة فرحاً وتعزية بعد أحداث المدينة المقدسة. أحداثها حدث بستان الجثمانية، والوقوف أمام رهط المتآمرين من رؤساء الكهنة المرائين حنان وقيافة والسنهدرين وولاة روما، ثم صرخات اصلبه اصلبه التي ترددت بحقد يصم الأذان، ثم اللحظة الأخيرة التي فيها ملأت الأرجاء والكون كلمات الابن الوحيد المصلوب مخاطباً الآب السماوي: في يديك أستودع روحي. اليوم أيها الإخوة الأحباء، ظهر معلمنا مسيح قيامة وانتصار، يبيد الموت
ويشتت الشر، وتلقنا في مدرسة القائم ظافراً من بين الأموات أن الفصح المسيحي هو نهج حياة قيامي به نواجه كل ضيق وشر ووجع. ويأتي احتفال كنيسة المسيح بعيد قيامته فيما يرزح الكون تحت وطأة القلق، ومن خلف أبواب البيوت المغلقة نعيش جميعاً اختبار حياة أكثر هدوءاً لكنها أكثر قلقاً، وسط رجاء أن تتحرر البشرية من هذا الوباء وآثاره. في هذا الموسم العبادي الأقدس نرفع الصلاة، وهذا أضعف الإيمان، فهي دافعنا في هذا الوقت، ونعلم أنه حال عابر مؤقت، لكنه مناسبة نظهر فيها حساً بالمسؤولية والتضامن بالحب مع أخينا القريب في معاناته وضعفه وحاجاته. الصبر وحب القريب والصلاة القلبية والعبادة البيتية هي إمداداتنا الروحية هذه الأيام. أوقفت في الكنائس هنا كما في العالم كله الخدم الطقسية الجماعية منعاً للمخالطة ولتجنب العدوى، امتثالاً للتعليمات والإرشادات الصادرة عن الإدارات في الدولة، واستجابةً لمقتضيات السلامة والخير العام في الحفاظ على الصحة الشخصية والصحة العامة. وصارت وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضي منصات ومنابر للبشارة، وصار اليوتيوب وصفحات الفيسبوك وأخواتها تحمل لنا الترانيم والمواعظ، فأضحت في زمن التباعد الاجتماعي وسائل بديلة لتوصيل البشارة والخدمة الروحية عن بعد. فتلتقي العائلة فيما بينها في كنيسة بيتية تتحد بالصلاة مع باقي الأسر المصلية ضمن الجماعة الواحدة. برجاء وفرح القيامة نغادر أيها الفصحيون أيها المسيحيون، نغادر هذا الزمن الفيروسي الغادر الغارق في تفاصيل الحيرة الكورونية، ونهجر حالة التألم والتذمر، فكل استغراق في الألم غربة، وفي الخوف انتحار، والصبر والإيجابية هما سلوك القياميين في مواجهة البلاء، والصبر انتصار وليس انهزاما أمام الشدة، شدة وبتزول. في القيامة ندعو أن يشد بعضنا أزر بعض، فهذا اختبار الإرادات وامتحان النوايا والمقاصد. الحظر في البيوت والتباعد الاجتماعي لا يعني السكون، الانسحاب من مضمار أداء الواجب تخاذل، يجعل من القلوب قبل الأمكنة قبوراً معتمة، وينحدر بالأشخاص إلى أرض السكوت، فتراهم أصناماً لهم أفواه ولا تتكلم، لهم عيون ولا تبصر،
لهم آذان ولا تسمع، لهم مناخر ولا تشم، لهم أيد ولا تلمس، لهم أرجل ولا تمشي. هؤلاء أصنام مراؤون لا ينطقون بحناجرهم ولا يسبحون الرب، فويل لهم لأنهم بلا حياة أو حياء. المطلوب منا أن نبارك الرب أيضاً وأيضاً بالتكاتف والتنبه إلى حاجات القريب والجار وكل من هم حولنا، حاجاتهم المادية والروحية والطبية وغيرها. المطلوب أن نشد الهمة، فالوطن والكنيسة والمجتمع بحاجة إلى همة الجميع في الفصح، لنخرج في قيامة من ذواتنا دون أن نغادر بيوتنا، ونوجه قلوبنا ونوجه هذه القلوب أكثر إلى تلاق يحمل حقاً حبنا لله تعالى ولأخينا الإنسان. ولنتذكر في زمن الانتصار، في زمن القبر الفارغ، في زمن الفصح والقيامة، أن صلواتنا وتلاقي القلوب قلوبنا تجعل من اللحظة الحاضرة القريبة من قبر النور والحياة كنيسة وحيزاً للتواصل الروحي، وعبادة جماعية تحبها السماء وتفرح بها وبنا في أعيادنا. وهذا سيد الأعياد، ندعو الناهض من بين الأموات أن يحفظ وطننا ويحرس أهله ويوفق مليكنا وحكومته وجنده. وندعو من أجل الذين أصابهم المرض أن يخفف الباري عز وجل من معاناتهم، ملتمسين لهم الشفاء والنجاة. ونترحم على أرواح المتوفين، ونقدم أحر التعازي لذويهم في عيد انتصار الحياة على الموت. نتذكر واجب الحفاظ على نعمة الحياة والصحة في هذا الوقت. أيها الأحباء، في هذا الوقت نسجل ببالغ الاعتزاز الشكر والثناء لكل الأطباء والعاملين الصحيين ولكافة الجهات المختصة الحكومية والخاصة، الذين يتعبون ويظهرون التزاماً وطنياً وإنسانياً فريداً، ويبذلون جهوداً طيبة في مواجهة طاعون هذا العصر ومنع انتشاره. أيها الإخوة الأحباء، في هذه الخدمة الحاضرة في احتفالنا اليوم، نرى وجوهكم بقلوبنا، ونقف معكم لكي نفرح بقبر مسيحنا الفارغ، ونقول بكل إيمان وثقة واعتزاز أننا فخورون بما نراه في وطننا. فنوجه شكراً خالصاً إلى أحبتنا في الأجهزة الأمنية الذين يسروا لنا جميعاً أن نشارك اليوم في هذه الخدمة، في هذه الصلاة. كما نشكر إخوتنا في الجيش العربي، القوات المسلحة الأردنية الباسلة، الذين يقفون خلف القائد الأعلى جلالة الملك، الذي نرفع إليه أصدق عبارات الولاء والاعتزاز والحب، معايدينه
ومعايدين كل بني أهلنا في هذا الوطن العزيز. الشكر لنور سادات الأردن التي تحمل هذه الصلاة وهذه الكلمات وهذه الترانيم، تحملها إلى كل إخوتنا مشاهدينا على مساحة الامتداد الطويل لهذه النورسات. وشكر خاص لأخوينا الأستاذ أسامة جبور وللدكتور حسام حداد اللذين جاءا خصيصا ليشاركا معنا في الاحتفال بهذا العيد، عيد الفصح المجيد. وباسم أخي الأب العزيز الأب مودي هنديلة راعي كنيسة مار الياس في جبل الحسين، وباسمي شخصياً نعايدكم جميعاً ونعايد كل أحبتنا في هذا الوطن وفي كنيستنا وفي كل المنطقة، بل وتمتد معايدتنا إلى العالم كله. المسيح قام، حقاً قام، ولتكن نعمة الرب معكم. آمين. إذا كنا مصونين بعزتك كل حين نرفع إليك أيها المجد أيها الأب والإب والروح القدس لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. في عشائي لا تطرحني من أمام وجهك ولا تنزع مني روحك القدوس. رد لي بهجة خلاصك وروح شاطر بيتني وعلم الأثم طرقك والكفر إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي فيشي دلسان بابك يا الله فجع بسمعين أجل سمعتك. إنما الذبيحة لله روح مستحق لا ظلاق مستحق المتواضعا أحسن يا رب رضاك إلى وابني أسرار وشعير من ترتضيحك. حينئذ يقربون على مذابعك العجول. ارفعوا أيديكم إلى المقادس وباركوا الرب. فليذكر الرب الإله جميعا في ملكوته السماوي كل حين. الأحياء والراقبين
هذه الذبيحة الإلهية الطاهرة، نشترك جميعاً في تقديمها، الحاضرون والغائبون لأسباب صوابية ولظروف قاهرة، من أجل أن يرسل الرب الإله سلامه إلى قلوبكم وبيوتكم، ومن أجل أن يوفقكم في جميع أمور حياتكم، ويشفي مرضاكم، ويرد غيابكم سالمين وغانمين، وينيح نفوس موتاكم في ملكوته كل حين الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. تنا إلى الرب يريا ألايسون، لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة إلى الرب نطلب يريا ألايسون. أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا نحن أيضاً، تقبل نحن أيضاً طلبتنا هذه، وقدنا إلى مذبحك المقدس، واجعلنا اللهم جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهلات الشعب، وأهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك، فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله، برأفة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه مع روحك القدوس الصالح والمحي لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم نحب بعضنا بعضاً لكي نعترف بنية واحدة للآب والابن والروح. أحبك يا رب يا قوتي يا رب ثباتي وملجئي ومنقذي، أحبك يا رب يا قوتي يا رب ثباتي وملجئي ومنقذي. المسيح فيما بيننا كائن وسيكون، بحكمة نعلن إيماننا، نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، وتجسد من الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس المنطي، وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم
ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له ومجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. نقف حسناً ولنقف بتاهيب، فالنصغ لنقدم بسلام القربان المقدس. رحمة السلام ذبيحة التسبيح. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس فلتكن مع جميعكم. ومع روحك. لنرفع قلوبنا إلى العلاء. نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحد عقل ولا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود الكائن هو هو أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل ما نلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة الظاهرة والخفية، ونشكر لك أيضاً هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا نحن عبيدك الخطأ، مع أن ألوفاً من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك، الشيروبيم السيروفيم ذوي الأجنحة الستة والعيون الكثيرة، محلقين وطائرين مرنمين بناشيد الظفر، هاتفين وصارخين وقائلين: قدوس 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 رب الصباح، فهذا أتى وأكمل كل ما دفعت إليك كل سنة، وفي الليل الكرسي وفي يوم الحري أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزاً بيديه المقدستين الطاهرتين اللتين لا عيب فيهما، فشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلاً: آتي باسم الرب هوشعنا في فكلوا، هذا هو جسدي الذي يكسر لأجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك الكأس من بعد العشاء قائلاً: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يهراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا.
ما لك مما هو لك نقربه لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء إياك نسبح إياك نبارك لك نشكر يا روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك الكريم، آمين. وما في هذه الكأس دم مسيحك الكريم، آمين. محولا إياهما بروحك القدوس، آمين آمين آمين. لكي يكونا للمتناولين منهما لعفاف النفس لغفران الخطايا، لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات، للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء. نقرب لك أيضاً هذه العبادة الروحية لأجل الذين توفوا على الإيمان، الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل الكارزين والمبشرين والشهداء والمعترفين والنساك وروح كل صديق توفي على الإيمان، خصوصاً سيدتنا الكاملة القداسة الطاهرة فائق البركات المجيدة والدة الإله دائم البتولية مريم. إن الملك خاطب الممتلئات نعمة أيتها العذراء رحمي وأيضا أقول إفراحي لأن ابنك قام من الأمر في اليوم الثالث استنير ولأجل عائشين في التقاوة والسيرة الحميدة ولأجل حكامنا جديدا لجميع مساعدين مجد الرب قد أشرق عليك إفراح الآن وابتهجي يا صهيون وأنت يا والدة الإله نقيا اطربي بقيامتي ولديك. واذكر اللهم الغائبين لأسباب صوابية، فإنك أنت يا رب العالم بسن كل واحد واسمه، والعارف كل واحد من جوف أمه. فأنت يا رب للمخذولين عون ولليائسين رجاء، أنت مخلص الذين تكدهم الأنواء، أنت للمسافرين ميناء وللمرضى طبيب، فكن أنت كل للكل يا عالما بكل إنسان وبغيته وبكل بيت وحاجته. نجي يا رب هذه المدينة وكل مدينة وقرية من المجاعة والوباء والزلزلة والطوفان والنار والسيف وغارات الأجانب والحرب الأهلية. اذكر يا رب أولنا أبانا فرانسيس بابا روما الطوباوي، أبانا بطريركنا يوسف المغبوط، بنا رئيس كهنتنا جوزيف المعقر،
أنم على كنائسك المقدسة أن يكونوا في سلام صحة مكرمين معافي مدد الأيام مفصلين بأحكام كلمة حقك. قدسهم في خدمتك واحفظ جميع المؤمنين. واعطنا نمجد ونسبح بفم واحد قلب واحد اسمك الجدير بكل كرامة والعظيم الجلال أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. ولتكن مراحم إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. ومع روحك. هذا ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. لأجل هذه القرابين الكريمة المقدمة والمقدسة إلى الرب نطلب حتى كيريا إليسون. نسأل الوحدة في الإيمان وشركة الروح القدس ولنودع المسيح إلى ذواتنا وبعضنا بعضا حياتنا كلها. سيكيريا. إلا أيها السيد لأن نشرى بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوي ونقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك. احنوا رؤوسكم للرب. لك أنت أيها السيد تطلع من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم في هذا المكان الطاهر والذين يتابعوننا من بيوتهم فإنهم يا رب لم يحنوها للحم ودم بل لك أنت الإله الرهيب فأنت إذن أيها السيد مهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقاً لحاجته الخاصة رافق المسافرين اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا بنعمة ابنك الوحيد ورافته ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه مع روحك القدوس الصالح والمحيي لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. فلنصغي الأقداس للقديسين. قدوس يسوع المسيح
جسدك الطاهر وهذا هو دمك الكريم فأطلب إذن إليك أن ارحمني وتجاوز عما زلت به عمدا أو سهوا بالقول أو بالفعل عن معرفة أو عن جهل وهلني لأن أتناول بالقادس أسرار خطايا والحياة الأبدية بل لي اليوم شريكا في عشائك السري يا ابن الله فأني لا أقول سرك لأعدائك ولا أقبلك مثلك في عشائك السري خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق فلنسجد للثالوث الغير المنقسم لأنه خلصنا المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور وإلى دهر الداهرين آمين المسيح قام من بين الأموات Christos Anesti, ek nikron thanatun, patisas, kentis endis mi mazi zoi, chalisa meinos. قفوا أيها الذين اشتركوا في أسرار المسيح الإلهية المقدسة الخالدة الطاهرة السماوية المحية الرهيبة لنشكر الرب شكرا لائقا نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضا لأسرارك السماوية الخالدة فقوم طرقنا ثبتنا جميعا في مخافتك صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك لأنك أنت تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس لنا وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين لننطلق بسلام باسم الرب إلى الرب نطلب يا رب ارحم يا مبارك مباركيك يا رب ومقدس المتوكلين عليك خلص شعبك وبارك ميراثك احفظ كمال كنيستك بالسلام
قدس المحبين بها بيتك أنت يا رب، عوضهم عن ذلك مجداً بقدرتك الإلهية، ولا تهملنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك ولكنائسك وللكهنة ولملكنا وبلادنا ولجيشنا ولكل شعبك، لأن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلاء منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار، وإليك نرفع المجد والشكر والسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. كريستوس أنيستي نيكرون ثلاثون باتيساس كيتي سندس مي ماسي زوين خاليسا. إلى ربي نطلب يا رب ارحم. بركة الرب ورحمة أتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبة البشر كل حين الآن وكل أوان ولدهر الداهرين. أمين. المجد لك أيها المسيح الإله، رجاء المجد لك. ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات لخلاصنا ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا واردة الإله الدائمة البتولية مريم، والقديسين الرسولين بطرس وبولس صاحبي هذه الكنيسة المقدسة، والقديسين المجيدين الرسل الجديرين بكل مديح، وأبينا في القديسين يوحنا الذهبي الفم رئيس أساقفة القسطنطينية واضع هذه الخدمة الإلهية الشريفة، والقديسين الصديقين جدي الإله يواكيم وحنا وجميع القديسين، ما أنه صالح ومحب للبشر. المسيح قام حقا قام. المسيح قام حقا قام. المسيح قام حقا قام. المجد بقيامتك يا رب اليوم الثالث نسجد وقدر